بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله قبل ما ندخل في السيت اب هنتكلم عن الفرق بين الووردبريس دوت كوم والووردبريس دوت اورج، وإيه علاقتهم بالووردبريس العادية بتاعتنا؟ إيه الموقع ده بيعمل إيه والموقع ده بيعمل إيه عشان ما يكونش فيه أي لخبطة عند الناس. إحنا اتفقنا إن الووردبريس نفسها هو الويب أبلكيشن بتاعنا، الأبلكيشن إتسيلف، الأبلكيشن بتاعنا اللي إحنا هناخده نحطه على الويب سايت بتاعنا، نعمل فيه سيم معين، نبرمج فيه بلجن ونديه للعميل بعد ما نخلص الشغل، ده التطبيق بتاعنا. طيب ايه الووردبريس دوت كوم وايه الووردبريس دوت اورج؟ الووردبريس دوت كوم زي ما انتم شايفين ده الموقع اهو، عباره عن كلاود هوستد سيرفيس. كلاود هوستد يعني خدمه استضافه موجوده على الكلاود، اللي هي بيسموها الاستضافات السحابيه، موجود فيها نسخه الووردبريس اصلا معمول لها سيت اب وجاهزه ومتظبطه ومحميه ومعمول لها تحديث. يعني انت مش محتاج ان انت تحدث ولا تشوف مشاكل الحمايه وتعالجها ولا الكلام ده كله، انت بس بتاخد الخطه من عندهم وخلص الموضوع وانسى الباقي ده كله. طبعا الموضوع ده فيه عيوب وفيه مميزات. المميزات اللي احنا قلناها دلوقتي موضوع الحمايه والكلام ده كله، لكن العيوب قاتله بالنسبه لاي شخص محترف. العيوب قاتله وهي كالتالي: ان انا ما عنديش اكستندبل، ما اقدرش اعمل شغل عالي في الحاجه دي، ما اقدرش انا اكستم فيها اي حاجه، ما اقدرش اعمل اي حاجه كاستم بنفسي زي ما تكون نسخه الووردبريس عندي على جهازي او عندي في الويب سايت بتاعي اعمل فيها اللي انا عايزه، لان هي مش مانجد باي يو، هم اللي بيعملوا لها مانج، هم اللي بيديروها مش انت، فمش هتقدر تعمل فيها الكلام ده كله. في طبعا حاجات كتير هتواجهك مش هتعرف تعملها الا لو الابلكيشن ده هوستد عندك انت، وهي دي اللي احنا هنقولها بعد الووردبريس دوت كوم. طيب عرفنا ان الووردبريس دوت كوم عليه الكلام ده كله، وعندي انا حاجه هنا اسمها بلان اهي، بيديك البلان فري، اما ان انت تاخد استضافه فري من غير فلوس خالص فور لايف، طبعا مش هتدفع فيها فلوس لكن فيها اعلانات. شايفين هنا الخطه اللي بعدها كاتب لك ريموف ووردبريس دوت كوم ادز او ادفرتايزمنتس، هتقدر تشيل الاعلانات لو انت بتدفع. ما تدفعش هتلاقي النسخه فيها اعلانات، طبعا ما فيش الكلام ده، ما ينفعش خالص مع اي حد. وفي نفس الوقت موضوع ان انا ما عنديش امكانيه ان انا اكستم في اللوحه واعمل فيها الكلام ده كله، يعني الموضوع هيبقى صعب جدا. طيب انا كده عرفت موضوع ان انا عندي نسخه فري وعندي نسخه سنويه تقريبا سعرها الشهري 3 دولار، يعني 36 دولار شهريا. هاخد دومين ليا، هبقى اسم الدومين بتاعي اسامه زيرو دوت كوم مثلا، لكن الفري لا، الفري هيبقى اسمك اسامه زيرو دوت ووردبريس دوت كوم، دومين فرعي. طبعا الموضوع كده بيكون بايخ، ما ينفعش معاك في البيزنس ابدا. الخطه دي يعني لعب عيال، الخطه اللي هي يا دوبك تبدا تقول انا اقدر اديها العميل، اللي هي البيرسونال دي او البريميوم او البيزنس. طبعا اي واحده من دول هي اللي ينفع معاك تديها العميل، وطبعا كاتب لك الفرق بين كل واحده والثانيه. ده بالنسبه لموقع ووردبريس دوت كوم. موقع ووردبريس دوت اورج طبعا برضو تبعهم في حاجات مختلفة. الووردبريس دوت اورج في النسخة نفسها، نسخة الووردبريس نفسها اللي انت هتنزلها، ودي بيسموها السيلف هوستد. سيلف هوستد يعني ايه؟ من كلمة سيلف هوستد معناها سيلف هوست، انا اللي هعمل لها استضافة، هاتها وانا هنزلها واحطها على الاستضافة بتاعتي انا، مش استضافة الكلاود بتاعتك اللي هي موجودة في الووردبريس دوت كوم. هنا بقى دي سيلف هوستد، بقى انا اشقلب النسخة واعمل فيها كل ما اتخيله. ده بالنسبة للووردبريس دوت اورج، حملت النسخة وعملت فيها كل اللي أنا عايزه. هل انتهى الموضوع كده بس؟ لا. الووردبريس دوت اورج في موضوع الانفورميشن كاملة عن النسخة، كل حاجة عن الووردبريس هتلاقيها هنا، من انفورميشن، من سبورت، من دوكيومنتيشن. الدوكيومنتيشن الخاصة بالنسخة هتلاقيها هنا، اللي هي الكودكس اللي احنا اتكلمنا عليها، موجودة في الووردبريس دوت اورج. حاجات كتير جدا موجودة، زي ايه؟ زي السيمز. في سيمز هنا تقدر تحملها، ممكن ترفع السيم بتاعك، لو انت عندك سيم ابلود اقدر انا اعمل له ابلود، اعمل ابلود لسيم انا عامله يتحط في الووردبريس دوت اورج. في البلجنز، كل البلجنز اللي انت بتشوفها عشان تحملها وتعمل اكستند للنسخه بتاعتك موجوده في الووردبريس دوت اورج. زي ما انت شايف كل البلجنز قدامك اهي، وطبعا عدد مهول اهو، زي ما انتم شايفين، زي ما انا قلت في الدرس اللي فات 47000 بلجن لحد دلوقتي، متحملين حوالي مليار و438 مليون داونلود لحد اللحظه اللي احنا فيها دي. يبقى انا عندي سيمز وعندي بلجنز وعندي الانفو والدوكيومنتيشن وعندي السبورت والحاجات دي كلها فين؟ في الووردبريس دوت اورج. وفي الووردبريس دوت كوم عندي السيلف هوستنج سيرفيس بتاعتهم، الكلاود سيلف هوستنج سيرفيس بتاعتهم موجوده، وطبعا في سيمز وحاجات برضه هنا تاني، بس الموضوع هنا مختلف شويه عن التاني.
يعني عشان تعرف بس الفرق بينهم، لو انا عندي بلجن عايز اوديه فين، اوديه فين؟ اروح على الدبليو الووردبريس دوت اورج احط فيه البلجن بتاعي. لو انا عندي مثلا سيم عايز ارفعه، رحت رفعته هنا اهو، عايز انزل احدث نسخه من الووردبريس سواء بالانجليزي او بالعربي، اهي ووردبريس افيلبل ان عربيك او بالعربي، انزل النسخه العربيه منين؟ من دبليو ووردبريس عفوا دوت اورج، وطبعا ليها لينك مختصر تقدر تروح له على طول ar.wordpress.org، يعني عشان تروح على اللغه بتاعتك مباشره من غير ما تحتاج تدخل على الووردبريس نفسه كويب سايت وبعدين تروح على العربي والكلام ده. بعد ما عرفنا الفكره وعرفنا الفروق بينهم كلهم، هنجرب ان شاء الله ان احنا نعمل ويب سايت هنا كفري، وقبل ما نعمل له سيت اب هنا وهنعمل له سيت اب كمان على اللوكال هوست عشان تشوف الفروق بينهم كامله. يا رب يا جماعه نكون عرفنا الفرق بين الورد بريس العاديه، كلمه وورد بريس يعني ايه، ونعرف موقع الورد بريس دوت كوم بيقدم ايه وموقع الورد بريس دوت اورج بيقدم ايه، ونكون عرفنا الفروق بينهم، ونكون خدنا فكره عن عدد البلاجنز المهول الموجود في الورد بريس عشان تعرف قد ايه النظام ده لما تعمل له سيت اب هيكون عندك كام بلاجن. اكيد مليون في الميه هتلاقي واحد فيهم ماشي مع فكرتك، يعني مستحيل كميه البلاجنز دي ما يكونش فيها الفكره اللي انت عايز توصلها. يا رب الموضوع يكون بسيط وسهل وعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي، وشكرا.